تحب تقول ايه للزمالك بعد ما كسب السوبر؟ بص، هم لما لعبوش بجنيه ونص على بعض، بس يعني مبروك. بس هم امبارح ما لعبوش خالص، لولا بس ضربه الجزاء دي ضربه حظ. طارق حامد لعيب منتخب، انا بحبه، الراجل اهلاوي بحبه، على حين ان هو يعني جسمه مش قوي، جسمه قصير، بس راجل قوي وبيلعب بروح عاليه. ليه الزمالك في نوع من انواع الغز في الماتش للمباراه؟ زمالك واهلي كلنا واحد، بس هي الاسلوب، بس الاسلوب يبقى حلو، بس ما بدل الشد عايزين الجماهير ترجع زي الاول. الف مبروك عليه، بس ما يصحش اللي هو عمله في الماتش، اللي هم عملوه مع زميلهم كهربا ما يصحش خالص بصراحه. هم واخدينه ظلم، والجون اللي جبناه ده اصلا ما كانش في صايد. الصراحه ببقى قلقان لما بنكسب اي حاجه، اي ماتش ايا كان بنلعب فيه ماتش حلو كده، لا لازم الماتش اللي بعده بيبقى وحش. الف مبروك طبعا البطوله. طب اقول لهم الف مبروك، اقول لهم ايه؟ ولينا لقاء تاني. تحب تقول ايه للاهلي بعد ما خسر بقى وطلع من السوبر؟ جود لك، بس هي كره هي كده. هو الاهلي اليومين دول في ضغوط، يعني عنده البطوله وعنده ده وعنده الدوري، يعني برضو ماتش برضو زي دوت يعني مش هيأثر مع النادي الاهلي. النادي الاهلي مهما كان برضو هو نادي كبير. يعني هارد لك والله، بس كان المفروض ان احنا نركز اكتر من كده. هوت التشكيله نفسها كانت فيها غلط كتير، يعني واحد جيرالدو ده اصلا المفروض ما ينزلش، اصلا احمد الشيخ كان ممكن ينزل عليه احسن منه بكتير. ربنا يقويهم. بس مره تانية بقى، انتوا عندكم منه كتير يعني، والسيناريو نفس الكلام اللي بتقولوه كل مره ده. ربنا ما وفقناش ان احنا نكسب، بس الحمد لله هي كوره كده، مكسب وخساره. احنا عملنا ماتش كويس، وهارد لك للاهلي ومبروك للزمالك.